السادة أعضاء اللجنة الطبية الوطنية على رأسها السيد البروفيسور رشيد بوغربال، سيداتي وسادتي الخبراء والأساتذة، سيداتي وسادتي الإطارات المركزية للقطاعين، أسرة الإعلام المحترمة، الحضور الكريم، إنه ليغمرني شرف عظيم وفيض من السعادة المفعمة بلقائي بكم في هذا الفضاء الطيب الذي حظيت فيه بالتواجد معكم رفقة أخي وزميلي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. لنتطرق إلى موضوع بالغ الأهمية يتعلق بصحة مواطنينا الذين هم في أمس الحاجة إلى اهتمامنا جميعا، سواء كضمان اجتماعي أو كقطاع صحة. كما أرحب بالحضور الطيب وأخص بالذكر أعضاء اللجنة الطبية الوطنية وعلى رأسها نوتخ ماتخ البروفيسور بوغربال وكذا الأساتذة الأفاضل. سيداتي وسادتي، كلكم تدركون أن الحق في الصحة والضمان الاجتماعي من الحقوق الأساسية لجميع مواطنينا والتي يضمنها دستورنا، حيث جعلت منها السلطات العمومية أحد أركاز السياسة الاجتماعية لبلد. ومن هذا المنطلق ركزت الحكومة جهودها إلى إطلاق ديناميكية تنموية شاملة تهدف إلى توفير كل الظروف التي من شأنها ضمان كل الحقوق الاجتماعية والصحية المشروعة. وكما تعلمون فإن العلاقة بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي هي علاقة وثيقة الترابط لا يمكن الفصل بينهما. كل يعمل في مجاله خدمة لمواطنينا، فالقطاع الصحي يقدم خدمات العلاج والضمان الاجتماعي يغطي تكاليف العلاج. وفي هذا السياق ومن جهتنا يعمل الضمان الاجتماعي جاهدا على تقديم خدمة عمومية ذات جودة لمواطنينا، حيث نعكف على مستوى دائرتنا الوزارية على وضع برنامج عمل طموح يرتكز على عصرنة تسيير المنظومة وتثمين الموارد البشرية من أجل ضمان تكفل أنجع بالمؤمن له اجتماعيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز عملية نقل التكنولوجيات في مجال علاج مختلف الأمراض المستعصية للتكفل بها هنا في الجزائر، والتي نتج عنها تقليص تحويل المرضى للعلاج بالخارج، وهذا هو هدفنا الأسمى. سيداتي وسادتي الأفاضل، إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الوطني الراهن يتطلب منا أن نكون أكثر فعالية في ظل استغلال إمكانياتنا وكفاءاتنا، فنحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة بصفة شاملة ومكثفة في تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لحاجيات وتطلعات مواطنينا، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيات السريعة التطور والتكيف باستمرار مع محيطنا الخارجي والتحسين المتواصل لمردودية مرافقنا وطرق تدخلها.
فرؤيتنا الاستراتيجية على المدى القصير والبعيد نستند إلى مقاربة شاملة متماسكة تهدف إلى عصرنة خدماتنا بشكل يتلائم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مواكبة التغيرات. وهذا بالطبع دون المساس بحق مواطنينا في الحصول على الحماية الاجتماعية. وترسيخا لهذا المسعى تجدر الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي أبرم عدة اتفاقيات مع مختلف الممارسين الصحيين. أذكر لكم على سبيل المثال العيادات الخاصة المختصة في جراحة القلب والأوعية، برنامج التعاون ما بين الضمان الاجتماعي ومستشفى ماغينالونغ، الاتفاقية الثلاثية ما بين الصندوق ومستشفى أمراض القلب والطب الرياضي سيناماس مع مستشفى منصوري. وتم توسيع هذه الاتفاقيات للتكفل بحالات لا ديسكسيون دو لاورت الذي يعد مرضا قاتلا ويتطلب تحويلها للعلاج بالخارج. Nous avons fait aussi une convention dans le cadre du règlement définitif de la dissection de l'aorte. وفي ذات السياق أشير أيضا إلى أن الجهود المبذولة في إطار ترقية قطاع الصحة سمحت بالتحكم في بعض الأمراض التي كانت مستعصية والتحكم في مساراتها العلاجية محليا، حيث سمحت هذه الجهود على سبيل المثال في التحكم في علاج سرطان العين عند الطفل ريتينوبلاستوم بالتعاون مع شركائنا من الأردن الشقيقة. Or, nous avons donc avec la santé réglé définitivement ce problème et nous avons arrêté les transferts de soins à l'étranger pour rétinoblastome pour l'enfant. سيداتي وسادتي، إن الهدف من أبرام هذه الاتفاقيات هو التقليص من تحويل المرضى للعلاج خارج الوطن. فتقدم أساليب العلاج بالجزائر سواء من ناحية زيادة عدد الأطباء المتخصصين أو توفر الإمكانيات والتجهيزات تسمح بعلاج المرضى دون الضرورة لتحويلهم للخارج. إن الجهود المبذولة في هذا الشأن وبالتنسيق التام بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي أثمرت بانخفاض ملموس لعدد المرضى المحولين للعلاج في الخارج بنسبة أكثر من 97% خلال 15 سنة الأخيرة. وتبقى بعض التخصصات الجد معقدة والتي تحتاج منا بذل المزيد من الجهود في ميدان التكوين المتخصص والعالي الجودة، وأذكر بالتحديد أربعة أمراض: تشوه الأوردة والشرايين المعقدة من المالفورماسيون أرتيريو فينوز، حيث تم إبرام اتفاقية مع شركائنا من فرنسا avec la Fondation Ophtalmologique de Rothschild، ويتم حاليا إعداد مشروع وطني بالتعاون مع المستشفى الجامعي لامين دباغين بباب الواد من أجل التكفل بهذه الشريحة من المرضى، والمشروع حاليا يعرف تقدما كبيرا. ثانيا، التشوهات الخلقية القلبية المعقدة أور لكارديوباتي كونجينيتال كومبلكس. ثالثا، حالات أمراض القلب المتعقدة للكبار لكارديوباتي أدولت كومبلكس. وأخيرا، زرع الكبد للأطفال، إذ تم العمل على مشروع للتكفل بهذه الفئة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال أجراء بالتعاون مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء ومستشفى سان لوك دو بلجيك. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, actuellement, il y a quatre grosses pathologies pourvoyeuses de transfert de soins à l'étranger. La malformation artério-veineuse, la greffe hépatique chez l'enfant, les cardiopathies congénitales complexes et les cardiopathies de l'adulte complexes. Les cardiopathies congénitales complexes et les cardiopathies de l'adulte complexes, nous avons, grâce au transfert, un programme établi avec le secteur de la santé, pratiquement régler le problème en Algérie. Pour les rétinoblastomes, nous sommes en train de travailler sur un projet qui avance très bien, notamment avec l'équipe de l'hôpital de Bablouet. En ce qui concerne la greffe hépatique chez l'enfant,
il y a. Pardon. Non. Monsieur, les malformations artéo-veineuses. Le rétinoblastome, il est réglé, Madame Chachoua, bien sûr, grâce en trois travaux. On vous remercie. C'est vrai qu'on a envoyé beaucoup de malades pendant plusieurs années pour rétinoblastome. Et donc, les hôpitaux d'Alger ont réglé le problème, notamment avec l'aide très appréciable du professeur Chachoua. Maintenant, Saoufayetim Akt. ملتقى دولي في شهر أكتوبر إن شاء الله القادم avec l'hôpital Saint-Luc pour véritablement engager les bases à la coopération et au transfert de soins à technologie et à l'accompagnement du malade avant la greffe et après la greffe pour la greffe hépatique chez l'enfant. واسمحوا لي أن أتوقف هنا لأذكر بأن التحويل للعلاج في الخارج هو وضعية انتقالية ومؤقتة أؤكد وضعية انتقالية ومؤقتة تم انتهاجها من طرف السلطات العمومية ريثما تتمكن الهيكل الصحية الجزائرية من تكييف وعائها الطبي حيث يأتي تدخل الضمان الاجتماعي بعدما تقرر اللجنة الطبية الوطنية نقل المريض إلى الخارج وبالتالي يقتصر دوره على الجانب الإداري واللوجستيكي وبالطبع التكفل بكل نفقات العلاج في الأخير أتمنى لهذا اللقاء النجاح والتوفيق وأن يتوج بتوصيات ترقى إلى تطلعات مواطنينا وأن يكون لبنة أخرى تضاف إلى الإنجازات المحققة في مجال تحسين الخدمة العمومية بقطاعين الذي يعلق عليه المواطن أمالا كبيرا أشكركم على كرم الإصغاء ومتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته